السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي، كل خير ان شاء الله. برج السرطان، استخارة برج السرطان الفترة اللي جاية. برج السرطان، انا بصور بالكاميرا الامامية علشان الصورة هتديك عكس، فلازم تخلي بالك من النقطة دي وتحسن الظن عشان الصورة هتديك عكس في التصوير. عايزة تصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتصفي النية وتحط نية علشان بإذن الله نيتك هتتحقق بفضل ربنا، وهنشوف القراءة اللي هتنطبق على حياتك بتحقيق أيامك اللي جاية فيها خير. يلا يا برج السرطان، نشوف الصورة اللي هتنفتح اللي هتنطبق على حياتك. بسم الله. صورة الدخان انطبقت عليك يا برج السرطان، صورة الدخان. معنى كده ان انت دايما حكيم ودايما عندك انطلاقات حلوة. بسم الله ما شاء الله. اول حاجة يا برج السرطان، عندك تحقيق حلم وتحقيق هدف. في يوم من الأيام كان عندك حاجة كسرت قلبك وطعنتك، كان عندك حاجة كسرت قلبك وطعنتك، يعني حصل عندك فراق بينك وما بين من تحب، وفي مراسيل بينكم الأيام اللي جاية. خد بالك وكون حريص، في أشخاص كتيرة جدا تدخلوا وفرقوكم وظلموكم وانت ما كنتش تستاهل منهم كده، بس انت دايما مآمن بالله ان كل حاجة ربنا بيكتبها بتكون خير. دي أجمل ما فيك يا برج السرطان، مؤمن بالله جدا ومتأكد ان أي حاجة ربنا بيعملها بتكون خير، ما بتكونش غلط أبدا. دايما حكيم في تصرفاتك وفي أعمالك وفي كل حاجة تخص حياتك. في حاجات كتيرة جدا بتكرهها، حاجات كتيرة جدا بتكرهها، وكل الأشخاص اللي في حياتك باطلين، يعني كل الأشخاص حقيقتهم مستخبية، ناس مش كويسين بس مش عايزين غير الغدر وان هم يظلموك ويفرقوا بينك وما بين من تحب. عايزة اقول لك كمان يا برج السرطان ان ربنا هيبين الحق في الايام اللي جاية، وهتكون ان شاء الله باذن الله في قمة السعادة، علشان هتكون مبسوط بنفسك وهتستغفر ربنا كتير الايام اللي جاية، وهيكون عندك رجوع شريك، عندك رجوع من تحب، علشان هتكون في قمة السعادة لحياتك باذن الله بفضل ربنا. عندك هنا شك، في ناس ما بتقولش الحق، بيلعبوا على الآخرين، بيلعبوا بطريقة مش كويسة لدرجة انه في ظلم وغدر عندك. ومش كده وبس، كمان يا برج السرطان ده، انت في ناس لابسة وش الملايكة وهم اصلا مش كويسين، هم اصلا يعني بيأذوا كل الناس وكلهم عذاب وانهم مش كويسين. عندك ذكرى حلوة جدا الايام اللي جاية تكون فيها خير، وعندك معافرة في حياتك، وربنا هيجازيك خير عن العذاب اللي انت شفته في حياتك، يعني ربنا هيجازيك خير. انت دايما متكل على ربنا. هنا تعرضت للخيانة وتعرضت للغدر من بعض البشر اللي في حياتك، اللي شياطين، بعض البشر اللي هم شياطين. عشت يوم أشد عذاب بصدمة أو بغدر أو بخيانة أو بنفاق في حياتك. ده مش كده وبس، كمان يا برج السرطان انت عندك وعد لربنا وبإذن الله هيكون خير. حصل عندك فتنة، حصل عندك فتنة في حياتك، الفتنة دي أذتك وكشفت لك ناس على حقيقتهم، بعد ما انت كنت بتقول عليهم الاشخاص دول كويسين، الاشخاص دول ما فيش زيهم. الفتنة والخيانة والغدر ما جاتلكش غير منهم يا برج السرطان. ايوه، ما جاتلكش غير منهم.
اتأذيت منهم رغم ان انت كنت كويس معاهم، رغم ان انت كنت بتحب لهم الخير، رغم ان انت كنت بتداري عليهم حاجات كتيرة جدا. أزوك يا برج السرطان، أزوك بجد. بسم الله. هنا أول حاجة هيكون عندك سلطة الأيام اللي جاية، هتكون عندك سلطة حلوة، وهيكون عندك ندر هتوفي بيه، ندر هتوفي بيه، علشان الندر ده هيكون حلو جدا في حياتك. انت ما بتتكبرش على غيرك، واضح وصريح في حياتك، واضح جدا وصريح في حياتك، ودايما بتقول الحق حتى لو على موتك. دي اجمل ما فيك يا برج السرطان. بص، مهما بيحصل ومهما تعمل بترجع لربنا وتستغفر. في ناس هتيجي وتعتذر لك الايام اللي جاية. انت مبدع في ان انت بتكشف حقيقة الاخرين. بص، بسم الله ما شاء الله، انت هنا هيكون عندك امور حلوة عندك. انت عارف، انت حاسس ان اليومين دول عندك عكسات وعندك ضغط نفسي بسبب التعب، وبسبب ان الاشخاص اللي وزعت عليهم خير نكروا نعمتك وظلموك. عندك كمان تحسين امور الفترة اللي جاية، وعندك اعتراف بحاجة معينة في حياتك، وهتدعي ربنا انه يكرمك ويوسع رزقك، والدعوة دي هتكون مستجابة. انت غرقت في مشكلة او في حاجة ضايقتك وزعلتك، وحان وقت ان انت تحسن من نفسك، حان وقت تفعل الاخرين. فتاة السرطان، انت هتكون متقدمة الايام اللي جاية، وربنا هينجيك من العذاب اللي انت وقعت نفسك فيه بسبب قرار غلط خدتيه. ده مش كده وبس، كمان ده ربنا هيبقى متلي امورك وهيسر لك امورك، وهتبشري بتحقيق امنيتك الايام اللي جاية، وبتحقيق حلمك، عشان انتوا دايما صادقين، دايما ما بتفعلوش غير الخير. بينكم وبين الاهل مشاكل، بينكم وبين الاهل عراقيل، بينكم وبين الاهل حد واقف وعمل لكم توتر. برج السرطان، انت عيونك مليانة دموع، عيونك مليانة دموع بسبب اللي شفته من الاخرين، بسبب ان انت شفت حاجات كتيرة جدا صدمتك، شفت حاجات كتيرة جدا اذتك. حتى الزملاء، حتى الصحاب، حتى اللي انت كنت بتقول عليهم هم دول تعويض من ربنا، اذوك وظلموك وكسروا بخاطرك. وطول ما خاطرك اتكسر بتبقى متضايق ومخنوق ومش طايق نفسك. انت دايما صادق ودايما متألق في حياتك، وعلشان كده ربنا خبير بما تعمل، خبير ان ربنا هيوسع رزقك وهيكرمك. يعني شايف ربنا بيقول لك انا شايفك، سيبك من كل اللي ظلمك واللي غدر بيك. بسم الله كمان ما شاء الله. عايز اقول لك ان السنة دي هتكون احسن من سنين كتيرة جدا فاتت. هيكون عندك تحسنات بفضل ربنا، علشان ربنا هيقضي حاجتك. ايوه برج السرطان، ابشر، ربنا هيقضي حاجتك باذن الله، وهيديك اللي انت عايزه بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. ربنا رحيم عليك، ربنا عزيز عليك، ربنا عارف قد ايه انت اتظلمت، قد ايه انت اتغدرت، قد ايه انت خطرك اتكسر من اشخاص ما كنتش بتفعل معاهم غير الخير. فانت ارمي همومك على ربنا وما تقلقش، علشان ربنا هو الشافي والمعافي اللي في حياتك يا برج السرطان. فانت ما تقلقش، انت دايما بتدفع الثمن، دايما انت بتدفع الثمن مع الاخرين اللي داخلين في حياتك، يعني انت اللي بتدفع الثمن في كل حاجة. شايفة كمان ان انت هنا هتبقى عندك الشجرة اللي هتحصد فيها الخير وهتحصد فيها الأمور الحلوة،
ومش كده وبس، كمان ده انت هتخرج من الطاقة السلبية وهتطلع للطاقة الإيجابية، وهيبقى عندك حصد بالله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، وهيبقى عندك شفاء في حاجات كتيرة جدا في حياتك، علشان بالك مشغول وكمان خايف من أمور كتيرة جدا فيها عراقيل. محسود، حصن بيتك أول بأول يا برج السرطان، حصن بيتك أول بأول. الحسد مجازف بيتك كله، صبرت كتير واستحملت كتير حاجات محدش يستحملها، كتمت جواك وشلت مسؤولية وعمرك ما اشتكيت لحد، بس انت تعبت، تعبت جدا، تعبت من اشخاص مش مقدرين النعمة اللي انت فيها، من اشخاص عاملين عقبات بينك وما بين اللي في حياتك. انت منتظر، في ناس هنا منتظرين موتك، ناس منتظرين كهرب، ناس منتظرين ان انت تكون دايما صائد، وعلشان كده ربنا هيكرمك ومش هيخلي ابدا حد يشمت فيك، انت ما بتقولش غير الكلمة الطيبة، وعلشان كده ربنا هيفوزك على من ظلمك وغدر بيك. الجنة تحتك يا برج السرطان، كون من هؤلاء الناس اللي هم بيكونوا على يقين ان ربنا هيكون عندهم خير. ده عندك كمان صلح مع شريك الحياة، عندك صلح مع شريك الحياة، خلي بالك في ناس مستنية لك الموت، احذر وكون حريص، يعني مش عايزاك تكون ما تستهونش بان هم داخلين حياتك اصلا علشان يظلموك، ولابسين وش الملائكة. مشكلتهم يا برج السرطان ان انت طيب وهم لابسين وش الملائكة، فطول ما هم لابسين وش الملائكة انت ما بتدهمش غدر، بالعكس انت بتتأمل لهم جدا، وده غلط، ده غلط. في صدقة جارية الايام اللي جاية، الصدقة دي هتكون حلوة لحياتك، هتديك بعض التحسنات، ده مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك ضيوف على بابك. ايوه هيكون عندك ضيوف على بابك، الضيوف دي هتكون حلوة، هيبقى راسك مرفوعة، وهتوزع عكس ما انت تتوقع بإذن الله في حياتك، وهيبقى عندك قوم عظيم بإذن الله. ده مش كده وبس كمان يا برج السرطان، ده انت هيكون عندك تجمعات حلوة، التجمعات دي انت هتحصدها خير بإذن الله، وهيكون عندك، يعني انا مش عايزة اقولك ان انت حياتك اللي جاية هتكون فيها تحسنات، هيكون فيها خير، هيكون في بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هتكون حلوة لانها بتدل على الخير، بتدل على الثقة بنفس، بتدل على جميع الاوضاع اللي عندكم، بس انتم مترددين وخايفين من فترة كلها ارهاق، كلها تعب، عندكم تحرير من علاقة، تحرير من قيود، تحرير من شخص حاسين قد ايه ان هو بينافق فيكم وبيلعب على جميع الاطراف، الشخص ده فعلا هو كذاب وبيلعب على جميع الاطراف، وانتوا عندكم احساس بكده، بس انتوا مش عارفين تتعاملوا معاه ازاي. حاولوا تستعيدوا ثقتكم بنفسكم وتجروا على الحاجه اللي بتفرحكم مش تفرح الاخرين. ممكن يكون البعض منكم عنده زياره عائليه، عنده قعده عائليه، لانه هيكون في تحسن مع اضواء العيله. كمان في ناس انتوا اتعاملتوا معاهم اذتكم قوي، وده اللي بهين لكم ان هم كانوا ناس غلط في حياتكم، لكن كده هيكون عندكم وجع وعندكم امور هتستجد، في طريق جديد بيظهر قدامكم وخطوط حلوه جديده في انتظاركم، لان في لقاء حلو او مقابله حلوه او تغيرات جذريه. في ناس غاليه عليكم هيكونوا السبب في انقاذكم من مشاكل، من حاجه بتتعرضوا لها، من حاجات سلبيه. البعض منكم عنده كوابيس بيحلم بيها حاليا، عنده احلام مزعجه، عنده حاجات بتتكرر معاه، عنده حسد شديد واقع عليه. الفتره دي هي من اكتر الفترات اللي فيه وجع في الجسم، بس ما تزعلوش خالص، لان هيكون عندكم نصر على اعداء او نصر على حد بيكسر في قلبكم، في خبر متعلق بيكم هيوصل لكم عن طريق شخص غايب عنكم بقاله مده، غايب عنكم، مفيش استقرار بينكم، هيبقى في كلام بينكم وانتم منتظرين حاجه جديده في حياتكم تحسن جميع الاوضاع بتاعتكم. انتوا حاليا ثابتين على رأيكم، وثابتين على شخصيتكم، وثابتين على المبدأ بتاعكم، بلاش تفقدوا
الثقة في نفسكم، لأن في أمور هتستجد عندكم وفي خير، بس حالة التشتت اللي عندكم وإن في شخص عندكم مش كويس عايز يشمت فيكم أو مستني الشماتة فيكم، إن شاء الله بإذن الله عمر ما ربنا هيكتب لكم إن هو يشمت فيكم، لأن هو فعلا مش كويس وبيحاول يأذي فيكم. انتوا بدأتوا تحطوا ناس في كفة وناس في كفة، وبدأتوا تاخدوا القرار الصح حاليا. يعني انتوا فكرتوا كتير، اي نعم انتوا يعني بتعندوا، اي نعم متسرعين، اي نعم متعصبين، بس الفترة دي هتاخدوا القرار الصح، والقرار ده هيتبني عليه حاجات كتيرة جدا في حياتكم. البعض منكم هنا بسم الله ما شاء الله عليه هيبقى في نجاح من بعد فشل. انت ممكن تكونوا فشلتوا كتير في علاقة عاطفية، في علاقة مادية، الله اعلم، لكن الوضع بتاعكم هيكون مريح جدا، والخوف اللي عندكم ده هترتاحوا منه. انتوا ممكن حاليا بسم الله ما شاء الله عليكم التغيير اللي عندكم هيكون طاقة جديدة واستقرار نفسي، فبلاش القلق، بلاش الحيرة، بلاش الخوف من بكرة، ارموا همومكم ورا ظهركم. انتوا في حد معارض لحياتكم، في حد بيأذي فيكم، في حد بيغزلكم، في حد عايز يكسركم، الله اعلم. عندكم امور تخص اطفال مفتوحة، امور تخص اولاد بعاد عنكم، او انتوا عندكم اولاد مستنيينهم، الله اعلم. الفترة دي لو فترة تعب فهي هتحل منكم باذن الله، بس عايزاكم تخلوا بالكم من تعبان بوشين بيدور ويلف حواليكم. في حب جديد، في شخص جديد هيدخل حياتكم، في حد هيعرف يحتويكم وهيمر معاكم الايام الصعبة، لانه هيكون الشخص ده حاجة من عند ربنا، فانتوا ما تقلقوش خالص، في طاقة كبيرة عليكم هتتوزع الفترة دي. انتوا بدأتم يعني ما تخافوش من اي حاجة زي الاول، لاني بدأتوا تقولوا اللي ربنا كاتبه هو اللي هنشوفه، وعشان كده التحسن اللي قدامك مفتوح، والاخبار الحلوة قدامك بإذن الله، في فرحة ببيتك، في حاجة جديدة ببيتك، والست اللي عاوزة تأذيكم دي بأي طريقة وبأي شكل، الست دي من المقربين ليكم، من اللي بتعرف أسراركم. الحسد ما بيجيلكمش من بعيد، الحسد بيجيلكم من أرض بيتكم، من الناس اللي عارفة كل حاجة في حياتكم. في أحداث هتبشركم بشراء حاجة جديدة، أو بحاجة طال انتظارها في حياتكم، أو بحاجة أنتوا بقالكم مدة مستنيينها، بقالكم مدة مشتاقين لها، بقالكم مدة بتحوشوا لها لأن توصلوا للهدف بتاعها. في حد عندكم تعبان، والحد اللي تعبان ده مش واخد راحته، مش عارف ياخد راحته، أو ممكن يكون في خنقة وفي ضيقة، أو في تعب نفسي، في تعب جسدي، الله أعلم، لكن إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكون كريم عليه وهيشفيه من عنده الفترة اللي جاية، لأن هو تألم كتير أو في خنقة أو في ضيق أو مسجون أو مريض، الله أعلم، أو هو بيمر حاليا بفترة يأس وظلم وإحباط، وعشان كده قريب جدا ربنا هيفك قلبه وهيسر امره، علشان في ستة عمالة تدعي له، او في حد قلبه بيتقطع على الناس دي. طيب نقول ان انتوا حاليا على يقين بالله ان هيغير حياتكم، انتوا منتظرين من ربنا تغيير، منتظرين من ربنا طريق جديد، لان انتوا باين على شكلكم الهم، باين على شكلكم الحيرة والتعب والخزلان والضغوط النفسية، ممكن تكونوا زعلانين من حاجة، مخنوقين من حاجة، شايلين هم حاجة، الله اعلم، ممكن تكون عندكم شوية لخبطة، شوية وجع، شوية تكسير في الجسم، قولون، تعصيب، عندكم الحاسة السادسة عالية جدا في ربط الاحداث ببعض، او بتحسوا بالحاجة ببعضها، بتحسوا كده بالحاجة قبل ما بتحصل، عندكم امور مختلفة عندكم في حياتكم، ولكن في حد خذلكم رغم ان انتوا كنتوا كويسين جدا معاه، وما توقعتوش ان هو يعمل فيكم كده، واتصدمتوا من ردة فعله، وحاليا انتوا مستنيين حقوقكم ترجع لكم، او فرحة طال انتظارها، في شخص بيحبكم بيفكر فيكم بطريقة مش قادرين تستوعبوها، في تغيير كبير وتحقيق أمنية، وفي بإذن الله تعويض من ربنا، دواء لجروحك أو لقلبك. عايز أقول لكم كمان إن أنتوا هتنسوا الهموم، وهيبقى في أموال غير متوقعة، في اكتشاف سر أو اكتشاف ورقة أو حلول لبعض الأمور عندكم، أو شراء حاجة جديدة، في عتبة جديدة، في حاجات هتستردوها ليكم، في نصر على عدو، في امور هتاخد وتدي عندكم، بس عايزاكم تحذروا من التعابين اللي في حياتكم. البعض منكم عندكم تعابين، البعض منكم عنده
امور مختلفه، عنده وجع في الجسم، عنده وجع في الاعصاب، عنده وجع في حياته بالكامل، مش عارف ياخد قرار ولا عارف يعمل ايه. لكن حاليا انتوا هنا عندكم استقرار في بشكل كبير او بشكل مستمر، او امور بتاخدوا وتدوا فيها، امور هيكون فيها راحه، هيكون فيها تغيير، هيكون فيها استقرار، يعني الامور اللي عندكم هتبقى فيها طاقات ايجابيه. عايزاكم بس انتوا بقدر المستطاع تحموا نفسكم من الناس اللي بتدخل في بيتكم، لان الناس اللي بتدخل في بيتكم دي مش حبالكم الخير ابدا، ولا حابه ان انتوا تكونوا في نفس المكانه اللي انتوا فيها. فلازم بقدر المستطاع تخلوا بالكم من نفسكم، واي ضغوط انتوا تبعدوا عنها. في حد انتوا زعلانين منه او مش مرتاحين معاه، الحد ده مطنشكم او مش مهتم بيكم، او بمعنى اصح مش مديكم حقكم، اذا كان في علاقه او اذا كان في معيشه او اذا كان في حاجه. وانتوا اصلا الفتره دي من اكتر الفترات اللي عصبيين جدا، فطول ما انتوا عصبيين انتوا مش مرتاحين مع اولاد او مش مرتاحين مع حد، وفي ضغوط وفي كلام بيتقال بينكم. فقدر المستطاع تخلوا بالكم من الاستغلال، لان في مكالمه تليفون هتضرب عليكم، مكالمه التليفون دي ممكن يكون فيها استغلال، فانتوا كونوا حريصين شويه على اموالكم، على حياتكم، على نفسكم، لان من الممكن ان يكون عندكم شخص متربص لكم، شخص عايز ياخد منكم حاجه، او احذروا من الاجتماعات اللي هي ممكن تحسوا ان فيها حد مزيف، او انتوا في مجال شغلكم عندكم حد بيبذل مجهودكم او بياخد مجهودكم على الجاهز علشان عايز يوصل للمنصب اللي انتوا فيه. يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم وما تأمنوش لحد، علشان انتوا ممكن تأمنوا لحد بطيبة قلب وفي الاخر انتوا اللي بتتصدموا. انتوا التراكمات اللي عندكم تعباكم نفسيا، في شوية تراكمات، في شوية امور مضايقاكم، لكن الفترة اللي جاية مع البداية الجديدة هيكون عندكم شراء ممتلكات، هتقعدوا وهتبقوا مرتاحين جدا، لان ربنا كريم عليكم اشد الكرم، ربنا هيديكم من حيث لا تحتسب، وباذن الله هيخفف عنكم الالم اللي انتوا حاليا فيه. انتوا محتاجين لمساعده، مش لازم تكون مساعده ماديه، مساعده ممكن تكون مساعده عاطفيه، مساعده ان حد يطبطب عليكم، حد يحتويكم. انتوا في الحياه العاطفيه اتظلمتوا، واشد الظلم اتظلمتوا من ناس ابراج ناريه، ما لقيتوش الراحه ولا لقيتوا الاستقرار مع الابراج الناريه، بالعكس كانت خذلان وانتوا استحملتوا فوق الطاقه بتاعتكم. فحان الوقت ان انتوا تاخدوا القرار، حان الوقت ان انتوا تبصوا لنفسكم، حان الوقت ان انتوا تغيروا مجرى حتى تفكيركم، لان الوضع اللي انتوا فيه هو صعب، وعشان هو صعب فانتوا لازم تكون عندكم امور مستجده على جميع الاصعب بتاعتكم، وترموا ورا ظهركم الهموم والسلبيات والمشاكل اللي مأثره على حياتكم، لان حياتكم تعبانه، حياتكم فيها ممكن يكون شويه رجوع لورا والفرح متاخر عليكم. فيها تغيرات، هتثبت وجود، هتغير من حاجات، هتحصد حاجات كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا ظلموك، ناس كتيرة جدا بتتمنى موتك وتستنى سقوطك. كن حريص وخلي بالك من أشخاص عاملين شبكة الملايكة بيقفين معاك وبيدعموك على هيئة ان هم كويسين، وهم أصلا ظالمين ومنافقين يا برج السرطان. ما تنساش طبعا ان انت هنا تحصن نفسك اول باول علشان ما تكونش محسود من اشخاص كتيرة جدا في حياتك. ان شاء الله باذن الله نزل لك توقعات كتيرة وحديثة.